يعتبر مرض بهجة أحد الأمراض الروماتيزمية النادرة والموجودة في المملكة العربية السعودية. يعاني المريض عادة من تقرحات في الفم وتقرحات في الفرج، كما يصاحب ذلك التهابات في المفاصل وبعض الأعراض الجلدية التي تظهر ويتم تشخيصها من خلال طبيب الروماتيزم. لا توجد فحوصات معينة لتشخيص مرض بهجة، ولكن يعتمد التشخيص بشكل أساسي على الصورة الكلينيكية. ففي حال شككت بوجود أي من الأعراض السابق ذكرها، يجب عليك مراجعة طبيب الروماتيزم فورا. تختلف علاجات مرض بهجة من أدوية بسيطة كالكولتشيسين والكورتيزون إلى الأدوية البيولوجية، ويتم تحديد هذه الأدوية بناء على رأي طبيب الروماتيزم المختص، والذي يعتمد بشكل أساسي على أعراضك. في حال ظهرت عليك أي من الأعراض السابق ذكرها، لا تتردد في زيارة طبيب الروماتيزم حتى يتم تشخيصك سريعاً والبدء بالعلاج فوراً.